السلام عليكم. اليوم نديكم واحد البارك متواجد في الخرجة الشرقية لمدينة تيبازا. هو في الحقيقة كان غابة ساحلية جاية على الساحل، ويعني داروها رجعوها، داروها هنا ميناجمون هكا، تهيئة يعني تهيئة غابية كما نقولوا حنا، تهيئة نتاع بومسلك، وفتحوها للجمهور. هي جاية على منحدر يهبط حتى لمستوى البحر، وكبيرة يعني جاية شابة بلاصة، يعني الناحية الطبيعية جاية شي رهيب، يعني جاية جميلة. لكن تهيئة والله دوك نشوفو، نروحو نشوفو. دوك نوصلو، رانا ما بقيناش بعاد، انا هنا في الخرجة تاع تيبازا باتجاه مدينة الجزائر، اتجاه العاصمة. نشوفو هنا يعني قضية التشجيرة هنا ما شاء الله. هنا كاين محول كبير تم بناؤه في عندها مدة حوالي 4 أو 5 سنوات. تريمي سكون ابل اون تريمي، ممر سفلي. تريمي شابة كبيرة تنقص، يعني سهل حركة المرور. لا ما نروحوش تحت لاتريمي، نروحو من فوق. وهنا رانا وصلنا امام المدخل نتاع لو بارك. هذا حديقة، هي حديقة الربوة الجميلة. هي حقيقة الربوة جميلة، لكن تهيئة كارثية. شوفوا هنا الباركينج، هذا المكان هذا هو ما يسمى بالباركينج، يعني مش قادرين يديروا ان بتي باركينج قدروني سينياليزاسيون، افيك لا سينياليزاسيون، حاجه دون لي نورم، يديروا ان باركينغ دون لي نورم ما كاش. ونشوف هنا يا هنا عندنا محل نتاع بيع المأكولات، شوية لاتاي، لكن تهيئة والله شيء غريب. هنا مدينة كما مدينة تيبازا، يعني فيها مركبات سياحية، 3 مركبات كبار من حجم كبير. كان من الممكن تقدر تكون مدينة عالمية، لكن للأسف تهيئة يعني طري سومار كما نقولوا حنا. وهنا تشوف هي بالمقاعد، ما كاش كاع المقاعد، الانسان باش يريح كاش مقاعد. هنا يعني كان ممكن يكون فيها مقاعد تقابل البحر. وهنا نشوف المنظر جميل جدا.
غابة، غابة مخلية على عرشها. كان ممكن تكون فيها أزهار، تكون فيها أماكن يعني فيها شوية غازون، شوية نخليكم تتجولوا في الحديقة هذه، وأستودعكم الله، والسلام عليكم.